إليكم كتاب جديد من مكتبة دامسكول اليوم، كتاب العمال الصالحون. هم ذاك الوجه الآخر لأحداث الحياة اليومية، تلك الرؤية المغايرة التي لا يلمحها مر عبر سطح هش يختبئ خلفه أبطال حقيقيون لحكاياتهم البسيطة. كادحون صالحون يمارسون في الحياة أنبل ما فيها، إلا أنهم لا يحصدون سوى العقبات، يصبحون شرارة الثورات وأول من يجند للحروب، لا يمسون ممن ينالون الأوسمة أو تقام لهم النصب. هم العمال بأرواحهم المنهكة وحيواتهم الممتلئة بأكثر من حياة. فها هو الكاتب إلياس أبو شبكة يأخذنا في رحلة إلى إحدى حكاياتهم ضمن رواية العمال الصالحون، ويعرفنا ببطلها فريد ورحلته عبر الحب والحرب حتى يفوز بقلب الفتاة الزرقاء. يقول الكاتب: امتازت الرواية بالأسلوب البسيط ومحاكاة الواقع، وتجلى هذا بمختلف سطور الرواية. فقال إلياس أبو شبكة: كانت أشعة الشمس تلهب بحرارتها المحطة الصغيرة ذات جدران البيضاء القائمة في وسط ريف يبعد نحو من 2000 متر عن بلدة جوني. في تلك الآونة كان المدير راقداً نصف رقدة على الدكة، وقد نهكه التعب وحمله القيد ما لا يطيق، إلا أن الحديقة حيث كان لبيب ابن المدير ينادي رفيقه بصوت مرتفع كانت لا تزال مرطبة بأنداء الفجر، وكانت رطوبة معتدلة تتساقط من الأغصان المورقة وتتصاعد من الأعشاب الكثيفة أو من الأزهار العطرة تحت عناقيد الأزدرخت والقصاص المضطربة لدى خطرات النسيم. مشاهدينا، كان من أكثر العبارات إلهاماً في هذا الكتاب ما قاله أبو شبكة يخاطبه ويخاطبنا معه قائلاً: اتبع أحلامك يا فريد، فالمستقبل المبهم لن يخون أمانيك. اتبع أحلامك بنشاط وحمية، فلا يعلم أحد في أي طريق يقوده الله.